ايمان ونور محبه وهل افترق الايمان عن المحبه او المحبه عن الايمان؟ لا لكن العنوان الابرز للايمان المحبه ولا عنوان ادل على الايمان من حقيقه المحبه ومن صدق المحبه فوالله ما كان قوه ايمان الصحابه بغير المحبه لا ثم لا ثم لا والله إن لهم أعمالا صالحة كثيرة ارتقوا بها درجات كبيرة ولكن سر قبولها المحبة وأساسها المحبة ومرجعها إلى المحبة وهي من دون المحبة لا شيء ثم لا شيء ثم لا شيء وعزة خالق الجنة لن يدخل إلى الجنة إلا قلب أحب سيد أهل الجنة، إلا قلب أحب محمدا وإن كل قلب من الجن والإنس يبغض محمدا فلن يغنيه أن يعمل ما عمل أو أن يقول ما قال أو يتحرك في ما تحرك فيه، قال الله عن قوم لم يعرفوا قدره وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون قال الأهل هذا الشان لا أغفر لهم قال سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين وما مظهر فسقهم هذا قال إعراضهم عن حبيبي قل أدبهم مع نبي قل لنا يا رب قال هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا فكرهم اساءه ادب معك وظنهم انهم باموالهم يقربون او يبعدون ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون وقل لنا بمظاهرهم واحوالهم يا رب قال سوء ادب مع حبيبي الاطيب يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين فاجعلنا اللهم من المؤمنين الحاضرين والسامعين حققنا واياهم بحقائق الايمان ورقنا في مراق المحبه يا رحمن الحاضرين والسامعين حققنا واياهم يا رحمن بحقائق الايمان ورقنا في مراق المحبة يا منان يا قديم الإحسان يا الله بحقك عليك جعلنا في أهل العزة بك وبرسولك الذين لا ينحل قيادهم ولا ارتباطهم بهذا الجناب الأشرف في الدنيا والبرزخ والآخرة يا الله